بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه في الفيديو هذا من أحد الخيان، يعني يحب يفهم شنو البلاتو ميت والبلاتو اللي صالح واللي مش صالح، وشنو هو البيماس وشنو هو العادي المتحرك والعادي، باش نفهم الموضوع. عندنا احنا هنا هذا يسمى فولوموتور البيماس متحرك، وهذا فولوموتور فيكس. انا هذوما ديسك تاع مريح او ديسكريسيوني او كلتش بلاش الرسولات، وعندنا هذوما بالرسول. نبدو حاجة حاجة. عندنا هذايا كلام فات كما هكا، هذا ما يصحش، لازم يتحرك شعرة يمين وشعرة يسار، كوكب هذا فاسد فين كاش تحرك. هذا عنده البلاتو نتاعو، عنده الديسك نتاعو خاص مش كيما العادي. هذا الديسك نتاعو يجي ما فيش روسورات، يجي ما فيش روسورات كيما هكا، يجي ما فيش روسورات مش كيما هذا. هذا يجي فيه روسورات اللي هما هذوما. هذا يجي بلاش، هذاك الطبيعة نتاعو، ويركب عكس هذايا. هذايا هذايا يركب جهة البلاتو، الحلة هذه، الحلة هذه تجي جهة البلاتو هكا في العادي، بينما في هذا الحلة تجي العكس، تجي هذي. هذه حاجة. عنده البلاتو نتاعو نفس الشيء. ان هذا يجي معاه البلاتو اللي هو العادي والديسك العادي. هذا الديسك العادي يركب هيك، يجي معاه البلاتو ديما الديسك العادي، الغرقه تجي جهه البلاتو يركب هيك. هذا الديسك العادي. هذا في الديسك العادي، الديسك يركب هيك، هذا في الفولوموتور العادي معاه الديسك العادي ذو كرسولات، معاه البلاتو نتاعو على حسب البلاتو اللي عنده. كيف هذا كيف كيف زلا يركب كيما هكا من البلاتو نتاعو. هذا اللي هو كيف البلاتو اللي هو تاع الديسك نتاع الفولوموتور العادي. هذا ديسك، ديسك نتاع نتاع فولوموتور بيماس لبريال. نجيو لعملية البلاتو اللي هو ميت ما عادش يصلح. عندنا أنواع البلاتوات، أنواع هو كل ما في الأمر. البلاتو يا إما يتحرق كما تحرق هذا، هذا محروق، شوفوا هذا محروق، شوفوا كيف يتحرق. هذا البيتي نتاعو تكونست وقفت ما عادش تمشي، تحرقه هو كي تحرقه ما عادش يمشي، ورغم اللي من هنا مازال يعني يمشي، والديسك الديسك نتاعو مازال يمشي، الديسك نتاعو مازال يمشي، لكن هاك الحرقة اللي صارت حرقاته كلها، البلاتو والديسك كله والبيتي تحرقوا مع بعض. هذا هذا كيفاش يعرفوه البلاتو محروق. هذا البلاتو اللي لابس عليه، هذا توا البلاتو لابس عليه مازال، يعني شوية دوب بلاش، ومن هنا أزرق، من هنا مات، ومن هنا مازال لابس عليه من جهة البيتي. نجيو لهذايا نلقوه كيف كيف دوب بلاش، مازال ماهوش مش خادم برشا، ومن هنا مازال يمشي. هذا الفرق. علاش نقول لك بلاتو ميت؟ في النسبة للبلاتو في يعني في المستعمل، ما يظهر اللي هو صالح ولا لا إلا بعد ما تركبه في المستعمل. هذا طبعا محروق ظاهر، إنما كي إنسان يحب يرجع بلاتو مستعمل ولا حاجة، راهو ما يظهر لاش إلا بعد ما يركب، ما نجمش يعرفه هو هيك، خاطر ينجم يكون ينزل وما يسيبش الديسك، وينجم يكون العكس. هذا بالنسبه للبلاتو المستعمل، ما نجمش ولا يعرفوا الا ما يركبوها. هذه حاجه لازم نفهموها. الديسك امبرياج معروف، اذا كان الحروف هذوما كلهم لبس عليهم ما فيهمش ميتين، معناتها مازال يمشي. تو كيما هذا جهه بجهه ما يمشيش، شوفوا هذا، هذا مازال جديد، هذا ينجم يمشي، هذا هذا ما فيش مشكله، هذا تعرف حتى قبل ما يركب. الا البلاتو لا، ما تنجم تعرفوا الا بعد ما تركب البلاتو. الديسك تعرفوا هنا، هذاك الرسولات ولا باس ما
ماشي كشكوش، وهنا الحروف هذوما غارقين والريفي غارقين، هذا يمشي لاباس عليه. هذه حالة نفرق. بالنسبة لفولون الموتور العادي، إذا كان مش محروق من هنا ومش أزرق ومش محفر، معناتها نجم يمشي. هذا بالنسبة للبلاتو ديسك كيما هذا تو مثلا، شفتوه هذا ما يتعلق، هذا ما عادش فيه، هذا تو ريت الحروف نتاعو ما عادش كيما هذا. تو كي نقارنوا شوفوا هذه قداش غارقين، وهذا تمسحوا ما عادش فما الجملة، شفتوهم هذا ما تمسحوا ما عادش فما الجملة والريفي يقرب. أنا تو وريتكم السلعة القديمة واللي هو يصلح واللي ما يصلحش، باش تو نوريكم اللي هي الحاجة اللي ممكن ترجع تركبها. مثلا طبعا في الجديد هذا ما فيش كلام، في الجديد ديما تلقاه جديد وديما تلقاه حاجة نظيفة وما فيهاش كلام. هذا في البلاتو والديسك هذوما جدد، يعني ما فيهمش اعتراض عليهم. لكن نجموا مثلا كي يبدا عندي انا ديسك نظيف، يبدا عندي ديسك نظيف كما هذا مثلا نظيف مازال، نجم نركبه على بلاتو جديد مش مشكله. يعني كان عندي بلاتو جديد وديسك يعني مازال لاباس عليه، نجم نركبه على بلاتو جديد. على بلاتو جديد يعني كان عندي كان البلاتو مضروب كما هذا، يكون عندي البلاتو مضروب كما هذا والديسك عندي يكون لاباس عليه كما هذا، يعني ما في مش متاكل، نجم نرجعه على بلاتو جديد. والعكس صحيح، كيبدا عندي بلاتو زاد نظيف كيما هذا هكا مش محروق مثلا، نجم نركب عليه ديسك امبراج اللي هو هذا مثلا. هذه كلها امثله راه مش تابعين بعضها. يعني كيبدا عندي بلاتو كيما هكا نظيف، نجم نركبه على ديسك امبراج جديد، يعني مش مشكله. والنتيجه بالنسبه للمستعمل هذا جديد القديم، والنتيجه ديما كلها بعد ما تخدم السياره وتستعملها، كلها ما تعرف النتيجه من الاول الا بعد ما تخدم السياره وتستعملها. هذه حاجه. نجيو للمتحرك هذايا البيماس، وريتكم اللي هو مكسر، هذايا مكسر وهذايا مازال يمشي. هذا شفتوه قاعد يعني فيه اكل الرخ، هذيك شفتوها هذيك، هذا مازال يمشي، كان حب نرجعوه مازال يمشي، هو مازال يمشي، هذا مازال يمشي. كي تشوفوا هكا نحركوه مازال يمشي، يعني نجموا نشوفوا له ديسك امبراج اما جديد والا يكون باهي، يكون يعني مش حافرين هذوما ونركبوه معاه، يعني عادي يمشي. يكون عندنا مثلا بلاتو نظيف زاد كيف يمشي معاه. هذه بالنسبه للموتور بيماس او متحرك او ديبريابل، هذايا مازال يمشي، شفتوا مازال يخدم، يعني نجم يمشي بهم. ولا هو من الاحسن يعني اذا كان نزل الموتور او هبط الموتور لوطه باش يخسر فرد مره، اذا كان ما عندوش الا غلط نجم يستعمل العمليه هذه. تو وريتكم الجديد وريتكم المستعمل وريتكم نص نص، ان شاء الله تنفعكم الحادثه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.